تسأل عن قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من القراءة يا شيخ، قراءة القرآن. التزام هذا دائما بعد كل قراءة لا أصل له، لا أصل له فيما نعلم، فيكون بدعة. أما لو قاله بعض الأحيان إذا ظهر له شيء من معنى الآية أو معنى الحديث، ظهر له شيء مصداق للآية أو مصداق للحديث، فلا بأس أن يقول صدق الله العظيم أو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد حصل كذا وكذا، أو هذا معنى الآية وهذا معنى الحديث. أما أنه يجعل من أحكام التلاوة وتابع للتلاوة، فهذا لا أصل له. نعم.